المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما لهم شنال جيسبر. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد دائما لهم شنال. الغسالة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالوجه تحديدا لإزالة التجاعيد مهما كان العمر ديالكم، يعني فوق 50 فوق 40، يعني سواء تجاعيد مبكرة أو تجاعيد اللي أكيد كتكون فوق سن 50 و60. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله في ظرف 20 دقيقه. ان فتستعملوا هذه الوصفه عادي ان شاء الله غتخلصوا من التجاعيد ويبدا كيبان لكم الفرق او النتيجه قبل وبعد. فنتمنى يا رب تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى كل سيده جربتها تقول لنا كيفاش جاتها، واش عجبتها ولا لا، واش تسمعها اسي ولا لا. وبسم الله على بركة الله اكيد نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. ولكن قبل ما تنساوناش البنات بتعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم والاسئله ديالكم اللي اكيد دائما كتزيد تشجعني على المزيد من التقدم والعطاء والنجاح والاستمراريه في القناه. يعني ممكن تخليوا لينا اقتراحات الفيديوهات القادمه، شنو الوصفات اللي تبغيو تشوفوا في القناه، اسئله، يعني اي سؤال كيتعلق بهذا الفيديو ولا باي شيء اكيد. وايضا ممكن تخليو لينا لي ميساج اون بريفي ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي اي في لي ريزو سوسيو ديالي. جميع الروابط غنخليها لكم في الديسكريبشن بوكس او في لابار دافو او في صندوق الوصف. من خلال التواصل او مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تخليو لينا دي ميساج، يعني اي شيء ممكن تسالونا تماك وان شاء الله نجاوبكم على راسي وعيني. ايضا وايضا يعني ممكن تخليو لينا كما سبق لي وذكرت دي كومونتير، وتخليو لينا وصفات طبيعيه اللي نتوما ديجا مجربينهم لتبييض البشره والتخلص من التجاعيد مهما كانت الحده ديالهم، يعني سواء التجاعيد اللي هي فوق 50 و60 او التجاعيد مبكره اللي كتكون في سن 20 و30. ف يعني عندكم دي غوسيت مجربينهم كتستعملوهم بشكل روتين يعني اسبوعي ديالكم، فخليو لينا طريقه الاستعمال، طريقه التحضير والمكونات اون ديتاي في لي كومونتير. بداو نجرب الوصفه واكيد الا عجبتني غادي نجي نبارطاجيها معكم في القناه، لانه بزاف السيدات خلاو لي دي غوسيت والحمد لله جربتهم. واكيد مره كنعطيكم من الوصفات اللي كيخليو لينا السيدات اللي ديجا مجربينهم اكيد، فهكذا نستافدو من بعضنا البعض. اكيد الاستفاده ما كاينش بحالها. وهذا الشيء اللي كاين البنات، باش ما نطولش عليكم اكثر نمشي باش نتعرفوا على مكونات الوصفه وطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. دونك اول مكون البنات غادي نحتاجوه في هذه الوصفه هو العدس، يعني كمكون رئيسي في هذه الوصفه، وتعمدت نديرو لكم غير بوحديته لانه بزاف السيدات بغاو وصفات هكذا ساهلين بمكون واحد، وممكن يعني ندخلوا فيه سوائل بزاف او هذا. المهم المكونات يكون غير مكون واحد، فانا هنا استعملت لكم مكون واحد تحت طلب السيدات. فالعدس البنات انا شخصيا كنستعمله بشكل يعني روتين في الاسبوع ديالي بالكامل، الحمد لله كنلقى لي نتائج غزاله البشره ديالي. فغادي نحتاجو العدس كما كتشاهدوا، هانتوما العدس كيجي بهذا الشكل. وبعد ما كنطحنوه في المولينكس كيصبح بهذا الشكل. يعني بودرة العدس اللي كتجي بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو. بالنسبه للعدس البنات راه رائع جدا لتبييض البشره، نفخ الخدود، وايضا تخلص من التجاعيد مهما كانت الحده ديالهم. فغنحتاجوا العدس كمكون رئيسي في هذه الوصفه، وغنحتاج معاه 3 ديال الزيوت. انا هنا اختاريت 3 ديال الزيوت لانهم متوفرين عندي، يعني استعملتهم. الا ما متوفرينش عندكم هاد 3 ديال الزيوت غادي نقدر نقول لكم باش ممكن تعوضوا هاد 3 ديال الزيوت. والا ما بغيتوش تستعملوا الزيوت، مثلا بغيتوا تستعملوا اليوغورت الطبيعي ولا الزبادي، فممكن استعمالها خاصها تكون غير بدون نكهه وبدون سكر، يعني تخلطوها مع العدس حتى هي رائعه جدا. الا عندكم هاد الزيوت غادي تستعملوهم، ما عندكمش ان شاء الله غنحاول نعطيكم باش تقدروا تعوضوهم، ولكن الا كانوا عندكم يكون افضل باش هكذا تنجح الوصفه افضل واحسن، لانه هاد الزيوت هادو راه غنيين بزاف ديال الاشياء، بزاف ديال الفيتامينات اللي غادي ينفعوا بشره الوجه ديالكم، سواء عندكم نفش عندكم كلف، عندكم كل هاد الاشياء وكل هاد المشاكل. فبسم الله على بركه الله نتعرفوا على الزيوت. فاول زيت هو زيت اللوز الحلو،
دائما هالزيت هذا كنقول لكم خاصو يكون عندكم في البيت او في المنزل ديالكم، لانه الفوائد ديالو صراحه البنات لا تعد ولا تحصى. زيت اللوز الحلو للتجميل، فهو غني بفيتامينات او مرطب ومغذي للبشره والشعر وضد الهلال السوداء، يفتح البشره وكيحميها من التجاعيد، ومناسب لجميع انواع البشره. فهذا هو اللي غادي نحتاجو كاول زيت، غادي نحاول نحطو هنا. وثاني مكون ولا ثاني زيت غنحتاجو ليه هو زيت الحلبه اللي كيجي بهذا الشكل. هذا رائع، هذا زيت الحلبه يعني كيسمن بواحد الشكل غير طبيعي. وبالنسبه لثالث زيت هو زيت ارغان. زيت ارغان بزاف السيدات ما غيكونش عندهم، فزيت ارغان الا ما عندكمش عوضوه بزيت الزيتون. يعني الا ما عندناش زيت ارغان نعوضوه بزيت الزيتون، ولكن الا عندنا راه غيكون افضل واحسن. وهذا الزيت هذا ما غاليش بزاف، وكيتوف يعني ممكن تاخذوه من الصيدليات، يعني هاد لا مارك هادي كاينه في الصيدليات، وايضا ممكن تاخذوه عند ناس مختصين في بيع الزيوت الطبيعيه، وايضا ممكن تلقاوه يعني عند المحلات التجاريه الكبرى او الصغرى. من تما كنا بارفو كناخذو كنمشي وكنلقى الزيوت الطبيعيه وكنختار داكشي اللي بغيت وكنجيبو وكنستعملهم اكيد في ديغوسيت اللي كينفعوني صراحه بزاف. فنقراو بعض المزايا التجميليه ديالو. فهو زيت جد غني بفيتامين او، وزيت مغذي ومرطب واقي وملون ومقوي ومدمل ومضاد للاكسده، ومثالي للبشره الجافه والمجعده وفاقده للحيويه، مضاد للشيخوخه المبكره، للبشره التي يمنحها ليونه ومرونه، وكينعش الشعر الجاف والباهت، وكيخلي فيه لمعان وكيقوي الاظافر، ويعني الاظافر المرهفه وايضا المتكسره. فيعني هذا الزيت ارغان صراحه ما كاينش بحالو، انا صراحه كيعجبني بزاف. وكما قلت لكم راني قلت لكم فين ممكن تلقاوه، يعني زيت ارغان غيكون افضل الا عندكم، ولكن الا ما عندكمش ممكن استعمال زيت الزيتون عوضه. فهادو هما المكونات اللي معنا. بعد ما تعرفنا عليهم نمشيو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. فغادي ناخذ العدس واحد ملعقتين، غادي ناخذ زيت اللوز ملعقه من زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو يعني هانتوما زيت اللوز الحلو ماشي زيت المر، لانه يعني بزاف السيدات كيقولوا لي واش زيت المر ولا زيت اللوز الحلو. فهو زيت اللوز الحلو، انا استعمل ملعقه من زيت الحلبه. الناس اللي يقولوا لي واش ممكن نستعملوا الحلبه بودره، فإلا بغيتوا تستعملوها استعملوها، وما تستعملوش يعني زيت الحلبه باش هو كيبقى راجع لكم. وغنحتاج ملعقه من زيت ارغان للتجميل، نحاول نخلط كل هذه المكونات. بالنسبه للعدس ملي طحنوا حاولوا تسحقوه وتغربلوه عاد تستعملوه باش تحصلوا غير على البودره، لانه بعد ما كيطحن كيبقاو بعض الحبوب الصغيره اللي تقدر تسبب لكم حساسيه او احمرار في الوجه. فالوصفه صبحت عندي جاهزه، يعني ماشي سائله بزاف، متوسطه القوام ديالها. نتوما عندكم ميزانكم على حسب القوام اللي كتبغيو. فبعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا كنطبقوها على البشره ديال الوجه ديالنا المده ديال 20 دقيقه. من وراء يعني ما كتمر ديك 20 دقيقه كنغسل بشره الوجه ديالنا بالصابون او الغسول، لانه الوصفه كتخلي يعني البشره ديال الوجه فيها شويه رائحه ديال الحلبه ورائحه العدس. فضروري ما نغسل بشره الوجه ديالنا بالصابون والغسول، ومن وراها نزيتو البشره ديالنا. وناس اللي
يقولوا لي باش تنصحينا، يعني باش ممكن تنصحينا نزيتوا البشرة الوجه ديالنا. صراحة كنصحكم بزيت اللوز، الحلو رائع جدا 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 ومتوفر وتقريبا عند كل السيدات، فكنصحكم به من وراء ما تستعملوا هذه الوصفة الطبيعية ديال العدس. ان شاء الله منذ اول استعمال غتبداو تلاحظوا الفرق ولا النتيجه، واكيد مع التكرار ديال هذه الوصفه راه كيبان الفرق شاسع وكبير بزاف. الناس اللي غيقولوا لي شحال مره نبقاو نستعملوا هذه الوصفه في الاسبوع، فانا كنصح بها مرتين في الاسبوع فهي تكفي. وهذا الشيء اللي كاين البنات، ان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تستافدوا منها قدر المستطاع. الى عجبتكم ما تنساوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في صندوق الوصف. وهذا الشيء اللي كاين، نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.